انت عندك كم اخ واخت شققاء وغير اشقاء؟ احنا هي قصه. لا ما لا بس قولي لي الاول العدد وبعد كده. تسعه. تسعه. بس لحظة شوي شوي. تسعة. مش انا والله مش انا. ثمان اولاد وبنت. اه. فمن الوالدة. انتوا ثلاثة. انا ومعاد وحارث. اللي فل. اه اشقاء. نفس الام ونفس الاب. بعدين طارق امي تبنته. بعدين امي تزوجت كامل. اللي هو نص مصري نص اسكتلندي. نص اسكتلندي. يعني شوفوا. ده انت حكاية. استنيني بس. حبي للمصر. حبي للمصر. استني علينا استني علينا. فبعدين امي جابت حسن. ادي ستة. هاي كله من طرف الوالد. بعدين من طرف الوالد جاب عبد الله وخالد وعثمان وغاليه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني عيله ممتده. ده من ناحيه الام. أيوه. العيله دي من ناحيه الام. ما شاء انتم جاهزين في الاستوديو. امال ماك نحن النادي ماك هو اسمه كامل بس ماك. ام اسكتلنديه ابو مصري. وانس معاذ البكري. معاذ رقم اثنين. حارث رقم ثلاثة. طارق رقم أربعة. حسن رقم خمسة. ماجد خالد يارا أحفادي. في اثنين تبعك. اثنين اللي عندي. ما شاء الله ربنا يحمي ويحفظ ويسوم. طيب انت فضلت في أمريكا. هقول في شبه العزلة دي. يعني انت كنت رحت المدرسة ولا ما لحقتش؟ كنت حضانة في أمريكا وبعدين جامعة. طب الصوره دي كان عندك كم سنه كده دي اول دروسي ماشي بعد والله ما اعرف انت تعرفين هذا وين في دبي يمكن وقت امريكا بس يمكننا في دبي جاز يعني هي يعني عشان بس اهم شيء الشعر المشروم ما كنت لسه هقول لك القصه دي فين يعني لا كله مشروم موديل الشعر شيء شيء طاسه شيء هذا بي صح؟ هذا شعر الثمانينات بصوا الصورة دي بتنطق ثمانينات التلفزيون التسريحة الزرعة يعني حاسة ان كلنا الفيديو عندنا كاسات. الصورة معلش الصورة دي شبه صورة عنده يرفع ايده ثمانينات جدا ثمانينات صح؟ الحين لحظة الشاطر يعرف الوالدة لابسة زي وين؟ أنا زي هذا مال وين؟ اندونيسي او ماليزي هي ماليزي ماليزي صح؟ انا كنت مسافره ماليزيا ما شاء الله انت شاطره صح كده كنت مسافره ماليزيا واشتريت هذا ايه طيب إيه اللي شايفاها في الصوره ست مليئه بالبهجه ام مليئه بالبهجه عايشه لحظات سعيده مع اطفالها الفتره دي في حياتك اسست لفترات لاحقه يا هاله بس ما كان فيها بهجه لن طالع الأشياء الخارجية نحن نحكم العالم من صورة من لحظات من دقائق بس ما حد يعرف داخل الإنسان داخل هالماسك هالوجه السعيد اللي نحن يمكن نشوفه سعيد أنا كانت هالأيام كانت من أتعس حياتي أوقات حياتي العشرينات